والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم، مرة ثالثة وأخيرة. فاطمة خليل، إليك. شكرا رجائي، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة على معظم الدول ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27 والصغرى 14، إسكندرية 23 13، مطروح 21 14، بورسعيد 25 12، اسماعيليه 26 13 وجوها معتدل. بالنسبه للسويس 26 13، العريش 26 13، طابه 25 15، شرم الشيخ 27 17، الغردقه 28 16 وجوها ايضا معتدل. بالنسبه للاقصر 31 15، اسوان 32 15، الوادي الجديد 29 12، شلاتين 31 14، حلايب 28 15 وجوها ايضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.